السلام عليكم هانيين، كيداير مع الصحة؟ كلشي بخير. اليوم ان شاء الله غنهضروا في واحد الموضوع على الفوائد الحصول على الجرين كارت الامريكي. قبل ما نهضروا على الموضوع، الا كنتي اول مرة كتشوف القناة ديالي، اضغط على لايك، دير ابوني، دعم خوك، شجع خوك. ان شاء الله من هنا ان شاء الله نهضروا، ندير مواضيع زوينة ونهضروا مواضيع الاجتماعية اللي كتخص المواطن الأمريكي ولا المهاجر الجديد اللي كيجي لأمريكا. اليوم غنهضرو على فوائد الحصول على الجرين كارت الأمريكي، وفيها بزاف ديال الفوائد. يعني ما تعددش، يعني ملي كتحصل على الجرين كارت الأمريكي كتكون عندك، يعني أول حاجة كتكون عندك يتعطيك الإقامة دائمة، يعني كتولى مقيم في داك البلد دائم. يعني ما كاينش شي واحد اللي يقد يديرك، يعني قد يقيس الامان ديالك ولا شي حاجه، ولا الامان ديال عائلتك الا عندك العائله. هذا هو اول فائده، هي الاقامه الدائمه في امريكا. الفائده الثانيه هي كتمتع بجميع الحقوق، جميع الحقوق اللي كيتمتع بها المواطن الامريكي الا حق واحد، حق الانتخابات. ما عندكش حق تنتخب، لان يعني المواطن الامريكي هو اللي عنده الحق ينتخب. ومن بعد انت منين تدير الشروط ديال الجنسيه، يمكن لك تكون مواطن امريكي ويمكن لك تنتخب. ديك الساعه ما كاينش اللي غادي منعك. هذا ثاني فائده. ثالث فائده هي كما قلنا تقديم على الجنسيه الامريكيه. الناس اللي كيجيو بالقرعة عندهم حق يدفعوا على الجنسية من بعد 4 سنين و9 شهور. 4 سنين و9 شهور عنده حق يدفع الجنسية الأمريكية. الناس اللي كيجيو بالكرين كارد، الناس اللي كيجيو مزوجين من مواطن ولا مواطنة أمريكية، من بعد 2 و9 شهور عندهم الحق يدفعوا الجنسية، لأنها كتكون منخفضة على أصحاب الجرين كارد، مختلفة. هنا كتكون من الزواج كيكون مختلف على الناس اللي كيجيو الجرين كارد. اللي كيجي جرين كارد عنده 4 سنين و9 شهور، اللي كيجي زواج عنده 2 و9 شهور باش يمكن يدفع على الجنسية. هذه فائدة من الفوائد اللي كيحصل عليها الشخص اللي عنده الجرين كارد. الفائدة الرابعة، إمكانية العيش في أي ولاية. ملي كتكون حاصل على الجرين كارد يمكن لك تعيش في اي ولايه حبيتي. مثلا مشيتي للولايه كاليفورنيا وجاتك غاليه، ولا جاتك الصهد، ولا واحد من الافراد ديالك ولا الزوجه ديالك ولا الزوج ديالك يعني ما كاش مرتاح في ديك البلاصه، بغيتي تمشي لبلاصه اخرى، عندك الحق تنتقل من ولايه لولايه بحريه تامه. يعني هذا حق من الحقوق اللي كيعطيك الجرين كارت، يعني تجول في البلاد كامله. نهضروا على الفائدة الخامسة. الفائدة الخامسة هي يمكن لك تنشأ مشروع إلى عندك رأس المال. يمكن لك تدير مشروع، لأن كتحسب مواطن مقيم قانوني، ما كاينش اللي غيمنعك، ما كاينش اللي غادي يقول لك يحبسك بأن ما يمكنش تدير مشروع لأنك مقيم نوع اللي عندك جرين كارد إقامة دائمة. عندك الحق من الحقوق ديالك، حتى هو يمكن لك دير مشروع، دير إلا عندك رأس المال ما كاينش غادي يحبسك في هذا الموضوع. هذا نمشيو للفائدة السادسة. الفائدة السادسة، يمكن لك تشتري بيت، دار، سيارة، تشتري يعني بقعة أرضية، تشتري يعني اي حاجه بغيتي تشريها كتشريها. ما كاينش اللي منعك، لانك بوراق، عندك بوراق ديالك، كما نقولوا حنا بوراق ديالك، ما كاين اللي منعك. اجينا الفائده السابعه. الفائده السابعه، يمكن لك تفتح كونت في البنك. يمكن لك تفتح كونت في البنك، ويمكن لك تشري شغلات يعني اونلاين. الى حبيتي تشري شي حاجه اونلاين، يمكن لك تشري شي حاجه اونلاين، لان كتمشي للبنكه. ملي كتمشي للبنكه باش تفتح كونت،
كيسولوك على الاي دي ديالك يعني الجرين كارد، وعلى السوسو سكيورتي نمبر. ملي كتكون عندك الجرين كارد يعني راك مهاجر قانوني. ملي كتكون مهاجر قانوني كيخرج لك كارد تنقول ليه السوسو سكيورتي، هو اللي كتخدم به، هو اللي كتدير به بزاف الحوايج. يعني هذا هو من الحقوق، يمكن لك تفتح كونت في البنك ما كاينش المشكله. نجيو يمكن الفائده الثامنه بالنسبه للدراسه. الناس اللي كيجي دوليين، تقول التلاميذ الدوليين اللي كيجيو من دول تاعهم باش يقراو في امريكا، كتكون حنا كنا عارفين الدراسه في امريكا غاليه بزاف، الدراسه كتكون غاليه بزاف في امريكا. هذا الجرين كارد كينفع التلميذ اللي كيكون باغي يكمل الدراسه ديالو يعني في اي مجال من المجالات. هو الدراسه ديالو كتكون منخفضه على التلميذ اللي جاي من دوله، نقول حنا التلاميذ الدوليين منخفضه نقولوا ب 50%، ويمكن لي ياخذ مساعده من الدوله باش يمكن ليه يقرا، لانه مقيم وعنده اقامه دائمه. حتى اذا فائده من الفوائد، الفائده الزوينه يمكن لك الفائده يمكن التاسعه، يمكن لك تاخذ قرض من البنك، يمكن لك تشيل البنك ويمكن لك تاخذ قرض على حساب الدخل ديالك، على حساب الكريدي ديالك. الى عندك كريدي مزيان وعندك دخل مزيان، البنك ما كيكونش عنده مانع بانه، وعندك ورق ديالك يعني انت قانوني، ما كاينش اللي يمنعك باش تاخذ قرض الا كنتي فك كاع الشروط اللي كيحتاجها البنك باش يمكن ليه يعطيك القرض، يعني مثلك من مثل الامريكي. الفائده اللي من بعد هي يمكن لك التجول بحريه. اوكي، التجول بحريه، احنا عارفين بان حتى الناس اللي ما عندهمش الاوراق يمكن لهم يتجولوا بحريه في يعني في المدن، في يعني في طيران، يمكن لهم ياخذ طياره ويمشي يمشي لولايه ثانيه. ولكن باش تعرفوا بان كنظن العام الجاي خرج اي دي، خرجت اي دي، اي دي هي لا كارت ناسيونال كما نقولوا حنا في المغرب. اي دي خرجت جديده، انا باقي ما خديتهاش، ولكن خصني نمشي نبدلها. الاي دي جديده كتكون فيها واحد النجمه في الجنب، هذيك ما غتكونش عند اي واحد، يعني الناس اللي ما عندهمش الوراق ديالهم صعيب عليهم يسافروا عبر المطارات، لان غتولي شويه القضيه شويه صعيبه. هذه وكما كيكون عندك جرين كارد حتى هي عندك يعني حريه تسافر فين ما عجبك. والفائده الثانيه ممكن لك تسافر لبلادك وتجي، يعني الا ما عندكش جرين كارد ما يمكنش لك تمشي لبلادك وتجي، لان كنقولوا حنا حارق ما عندكش حق تخرج من البلاد، الا خرجتي ما غترجعش. يعني فيها الفوائد كثيره. ومن بعد ما دير الحقوق ديالك يعني وتكمل المده اللي خاصك تكملها باش تدفع الجنسيه، كتولى مواطن امريكي يعني بالجنسية ديالك، كتولى عندك نفس الحقوق نفس الواجبات، اي حاجه اللي عند الامريكي حتى عندك ديك الساعه ملي كتكون عندك الجنسيه. والجرين كارد راه الا واحد اللي ما كيكونش عندك، بان فائده وحده هي انتخابات، انتخابات هي الوحيده ما كتكونش عندك ملي كيكون عندك الجرين كارد. هذا هو الفرق ما بينك وبين الامريكي، كتكون يعني بالجرين كارد نفس حقوق اللي عليك عليه، مساواة في القضاء. الا مشيتي يعني مشيتي الله يستر مشيتي المحكمة كتكون يعني مساواة مع داك الشخص الامريكي، ما كاينش الفرق ما بين الامريكي الاصلي ولا المهاجر اللي عنده اقامة دائمة الجرين كارد، ما كاينش فرق. فرق هو قلت لكم انتخابات، ما عندش حق الجرين كارد ينتخب. الا انتخبتي عندك يعني يمكن تمشي للحبس، يمكن تخلص غرامة كبيرة. الفيديو الجاي ان شاء الله غنحط الدول اللي يمكن لك تسافر بها بالجرين كارد بلا فيزا، الدول اللي يمكن لك تسافر بها، كاين بعض الدول اللي يمكن لك تسافر بها بلا فيزا وانت عندك الجرين كارد. ولكن بغيتكم عباكم يعني تدعموا القناة ديالي، ابوني، دير لايك، شير الفيديو، الناس يستافدوا منه جميع. كما قلت لكم كنوعدكم الفيديو الجاي غنحط يعني الدول، كاين بعض الدول يمكن 8 ولا 7 دول يمكن لك تسافر بها بالجرين كارد وبالجواز المغربي، يعني ما تحتاجش الفيزا. نتمنى من الله يكون هذا الفيديو عجبكم.
اللي عجبكم ديروا لايك سبسكرايب. تهلاو فراسكم. love and peace.